لابد أن نستحضر عبوديتنا لله حتى لا نطغى، حتى لا نتكبر، حتى لا نبتعد عن الله، لا نعصي الله. لأنه أنت الآن هلا بعض الناس عندما يكون في واحد عنده سلطة أو عنده مال أو أي موقع، شو بتقول له؟ ما في بعض الناس عبدك سيدي، لكنه تعال قل له صلي، اركع، شو بدي اركع أنا؟ شو بدي اسجد؟ لا، لكن يركع أمام عبد مثله ولا يركع أمام الله سبحانه وتعالى. بكثير من الناس هيك، ركز شخصيتك بحسب العناصر الموجودة فيه. وجودك من الله فأنت عبد الله، وليس وجودك من أحد، ولا نعمتك من أحد، ولا حياتك من أحد، ولا موتك من أحد. كن حرا أمام العالم. عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم. يعني أنت قبل ما يجيك الأجل خلي أعمالك تسبق أجلك. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. استعجل، لا تؤجل عمل اليوم لغد، لا تقل في غد أتوب، هلا رتب شغلك، هلا الليل رتبه، لأنه يمكن ما بتصبح. ما في ناس ناموا بالليل والصبح ما في حدا. لذلك الإمام يقول لك بادر، أسرع. أنتوا الآن إذا فرضنا كانت فد شروة أو بيعة بيها ربح كثير، تنام الليل بدك ترتبها وتجمع كل معاونيك وكل مساعديك. إذا هذا صاحب البيعة والشروة نايم تروح فيقوا من النوم، ما بنعمل هيك. لكن حسابات الله ليوم الله، مش هيك؟ لكن إمتى بيجيك يوم الله؟ وكيف بتأمن بيوم الله؟ هاي المشكلة. وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم. قل هلا انت المال بيروح وبيجي، مش هيك؟ هلا انت من عندك مصاري ومحتاج شقه، فتقول على ان المصريات تروح وتجي، خليني انا اشتري شقه، مش هيك او لا؟ زين، احنا ما بدنا شقه هونيك، يعني بس وقت انه خاصة الشباب بدهم يتزوجوا لازم يسووا شقه، لانه ما بيزوجوهم هالايام كثير من الاباء. يعني هو ما بيفكر انه لما تزوج مثلا ام هالبنت هذه ما كان لا عنده شقه ولا كذا، وكان يحكي كيف يفرضوا علي مهر كثير. هو هلا شو صار؟ لا والله ما بعطي بنتي، وان كان يحبوا بعضهم ما بعطي بنتي الا اذا فرضنا جاب شقه وجاب غرفه نوم. وين بيشوف شغل وعمل هذا؟ ولذلك يعطلون زواج بناتهم وهم ليسوا أولياء صالحين لبناتهم. بعض الناس هيك، ليه؟ ما بدنا شقة يوم القيامة، بدنا شقة. الله سبحانه وتعالى قال شقق منين يحصل؟ والباقياء المال والبنون زينة الحياة الدنيا. رصيدك بالبنك، عندك أولاد، لكن هل يبقى رصيدك مالك معك؟ هل يبقى أولادك معك؟ ما الذي يبقى معك؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا بعد، وخير أملا. اللي بتأمل فيه اللي عند الله أكثر من اللي عندك أنت. فالإمام يقول أنه أنت عندك شيء راح تفارقه، وعندك شيء راح يبقى معك. هالشيء الذي انت راح تفارقه انت رتب شغلك حتى لما يبقى لك.
لاحظوا شو بيقول الإمام، وابتاعوا. الله يذنهم مثل ما بالدنيا في بيع وشراء. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هم حسابات الله أبدا، تجارة بس تجارة من نوع آخر. الإمام يقول بدك أنت من هلا اشتري، اشتري ما يبقى لك في الآخرة بما يزول عنك في الدنيا، وإلا إذا ما اشتريت لك هناك مكان وما اشتريتك، يعني معناها راح تترك المال وراك وما عندك شيء وراح تجي مفلس. لا، خليه عندك رصيد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. حول شو عندك، حول. وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا، استعدوا للرحيل، فقد جد بكم. يعني القافلة بدأت تمشي، وصاح صاح القافلة راح نمشي هلأ أو راح نمشي بعد ساعة. ألا لما أنت رايح للحاج والسيارات ماشية أو الطائرة بدأت تمشي، مش جيب لك الغرض من هون وغرض من هون، يلا خاف تمشي الطائرة خاف تمشي السيارة، مش هيك أو لا؟ وهم كذلك عندنا، عندنا في الطائرة من نوع آخر، بس طائرة تمشي معنا وتودينا إلى الدار الآخرة. وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أظلكم، يعني صار قريب مثل الظل. كيف؟ على أنه هذا الموت عندما تأتي أجنحة الموت تيجي فوق رأسك مثل الطير فيها. وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، يعني كونوا مثل النايمين واجى الصائح يصيحهم قوموا لأي غرض من الأغراض، ما بنقوم رأسا لما يجي الصوت عالي. وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، عرفوا الدنيا عيش بها 50 سنة 40 سنة 60 سنة 70 سنة، بس آخر الأمر مو إلهم الدنيا.